هنا راح نشوف انه الـ single point injection method يعني راح تكون على عكس طريقة المالتي بوينت. يعني المالتي بوينت انجكشن لايوت تصميمها المالتي بوينت انجكشن راح تكون ماكو اي صعوبات, has no fuel distribution difficulties, ماكو اي صعوبات بتوزيع الوقود, حيث ان كل انجكتر راح تحقن الوقود دايركتلي مباشرة بالاندكشن بورت, بالاندكشن بورت مالتها, and the mixture then has only to move a short distance. وبالتالي فشفنا المسافة اللي راح يقطعها راح تكون قريبة وين على ما تدخل الى الاسطوانة. يعني اذا المسافة راح تكون قليلة قبل لا تدخل للاسطوانة, اذا هذا المكسشر دايركتلي يدخل بدون اي ياخذ وقت اكثر, مثل ما شفناه بالسينجل بوينت اللي ذكرناه بالفيجر اللي هو رقم 11 اعتقد اللي بعد هذا الرسمة. طيب إذن since the induction manifold, إذن هذا مجمع, هذا المجمع اللي جمع به الهواء راح يتعامل مع الهواء الانديوست اير فقط, الانديوست اير بشكل أساسي مع الهواء المستحدث فقط, زين. وبالتالي يمكن انه البرانش بايبز هاي الانابيب الفرعية كان بي انلارجد, يمكن توسيعها وزيادة, يعني نسوي لها اكستندد للطول حتى زيادة الشحنة, شحنة الهواء الواردة الى الاندكشن. ايضا انه السمة الرئيسية لحقن البنزين هي انه وجود there is separate air and fuel metering. لاحظ هنا اكو قياس الوقود والهواء راح يكونوا منفصلين, يعني قياس الهواء راح يقيسه متر والفيول ايضا راح يقيسه متر اخر, يعني كل واحد ينقاس. وبالتالي انه نشوف الفيول مترينج قياس الوقود راح يكون دقيق, is precise, يكون دقيق خلال جميع ظروف الاشتغال اللي راح يشتغل بيها المحرك. هنا راح نشوف injection considerations, اعتبارات الحقن. الوقود يمكن حقنه او تفريغه بال air stream باستخدام من يستخدم ال indirect injection arrangement by the following two methods, بالطريقتين. هذه هنا راح يحقن الهواء او العفو الوقود في مجرى الهواء باستخدام ال indirect injection, اولا اللي هي ال continuous injection, والثانية اللي هي intermittent or pulsed injection. يعني هذا حقن مستمر وهذا حقن على شكل نبضات, يعني متقطع. نجي الى ال continuous injection. ال continuous injection لاحظ هنا ال injector nozzles and valve are permanently open, يعني يبقى مفتوح, دائما مفتوح النوزل والفالف are permanently open while the engine is operating, بينما المحرك هو مشتغل. وهذه كمية الوقود اللي راح تحقن على شكل سبراي,
in the form of a spray is controlled. إذن سيطر عليها بمن؟ يسيطر عليها by either varying the metering orifice. Metering orifice يعني على شكل هذه التغير مالتها. يسيطر عليها بال metering orifice اللي هي مقياس الفتحة اللي احنا ماخذيها orifice meter. زين by either بهذه اما انه ب metering orifice or the fuel discharge pressure يعني اما بال metering orifice او بالضغط الوقود الحاقن يعني حقن الوقود او انه العملية بيناتهم or both of these possible variables اما انه واحدة من عندهم metering orifice او fuel discharge pressure او انه الجمع ما بيناتهم ما بين metering orifice و fuel discharge orifice. هذا بالنسبة للcontinuous. اما بالنسبة الى المتقطع او على شكل نبضات pulse injection بهذا النوع من الحواقن انه الوقود راح delivered from the injector in spray يعني راح يخرج من الانجكتر على شكل spray form spray form على شكل spray at regular intervals. لاحظ إذن على شكل spray بفترات منتظمة regular intervals اللي هي فترات منتظمة ويا شنو بعد with a constant fuel discharge pressure. لاحظ fuel discharge pressure constant بالإضاءة يعني يختلف عن ذاك اللي هو قلنا احنا راح تكون متغيرة المترينج اورفيس هذه الفتحات او انه fuel discharge pressure هذا بالنسبة للcontinuous. اما بالمتقطعة راح يكون انه هذه fuel discharge pressure constant وكمية الوقود اللي راح تحقن تكون مسيطرة عليها بواسطة by the time period يعني إذا وقت فترة وقت معينة راح تبدي تفتح. ليش إحنا يعني سميت بالبالس يعني عندما يغلق راح توقف عملية الحقن عندما يفتح راح تبدي تحقن وهكذا. The injector nozzle valve is open يعني ويا ما يفتح النوزل open هي راح تبدي تنطي هاي كمية الوقود اللي راح تحقنها. عندنا هنا راح يكون time injection هذه بالinter intermittent or pulse injection راح قلنا احنا نكون بأوقات بفترات منتظمة وبضغط وقود ثابت راح تكون إذن هذه شنو تكون هذه الكمية مسيطرة عليها قلنا بالتايم بيريود. فهذا التايم بيريود راح تكون أكو تايم انجكشن وأكو نان تايم انجكشن. خلينا نشوف هذا التايم انجكشن يعتمد عليه من والنان تايم انجكشن يعتمد عليه من. هذا التايم انجكشن بهالحالة هنا أنا راح تبدي إعطاء كل أسطوانة delivered for each cylinder إش وقت تنطيها occurs at the same angular point in the engine cycle. لاحظ إذن بنقطة معينة منتظمة أوكي العفو angular point. هذه angular point وين موجودة؟ موجودة على المحور القلاب بنفس النقطة تبدي عملية الحقن. بالتالي إنه هذه راح نشوفها this can by anything from 60 degree to 90 degree. إذن راح تكون ما بين 60 درجة و 90 درجة after top dead center on the induction stroke في خلال شوط الحث أو شغط دخول الهواء إلى داخل المحرك. هذا بالنسبة إلى timed injection. إذا تمت عملية ضبط هذه التوقيت على أساس
زوايا المحور القلب. أما إذا كان non-timed injection فراح تكون هنا in contrast of to time injection، راح تكون النقيض مال هذه. هذه كانت على درجات المحور القلب، هنا راح تكون النقيض مالتها. نشوف هذه شلون. This is where all the injectors are programmed to discharge their spray at the same time. إذن راح تكون مبرمجة على أساس أنه تنطي هذا السبري بوقت واحد، بوقت واحد. لذلك أنه نشوف كل cylinder piston will pee on a different part of the engine cycle. لاحظ each cycle piston will pee on different part of the engine cycle. احنا شنو عندنا؟ نعرف انه المحرك يحتوي على العديد من البساتم، وبالتالي كل بستم راح يكون في زاوية معينة من المحور القلاب يعني، وبالتالي انه راح يصير العملية يعني غير توقيت، وانما في كل لحظة راح ينطي الى اسطوانة.